السلام عليكم. مرت أشهر ولم يعلم ماذا حدث مع يوسف التيمي وماذا فعل الملك عبد الجليل، ولم يخبر أحدا من أهل بيته ما جرى له مع الجن أو التهمة التي ألصقت به. ولكن في يوم من الأيام مات الفرس الأسود الذي أهداه له يوسف التيمي، فبكى سعد عليه كأنه ابنه، هذا الفرس الذي يعرفه منذ 5 سنوات. وفي شدة بكائه سأله أبوه وقال له: يا سعد، كلما أريد أن أسألك أنسى، هل ما زال يوسف على وعده لك بأن يزوجك ابنته؟ فقال: لا يا أبي، إن البنت التي اخترتها مرضت فتنازلت له من طلبي واكتفيت بالحصان والسيف. قال له: أمرض لا أمل في شفائه؟ قال له: إنها أصيبت بعقلها فهي غير مكلفة باختيار زوج أو موافقة عليه. قال له: أحسنت يا بني، وفي كل محنة عندك حكمة بالغة. توفي زعيم قبيلة من قبائل العرب، وكانت وفاته خبرا هز بقاع الشمال اليمن كلها حتى بلغ عمان، فركب وفد من قبيلة بني عجلان لواجب العزاء والمواساة ويحملون التعازي من زعيم القبيلة، وكان في الوفد ورقة والد الفتى. فلما وصل الوفد إلى مكان ما يريدون قابل ورقة صديقه يوسف التيمي، فلما رآه ورقة تهلل وجهه وفرح فرحا شديدا، وجاء وسلم عليه وقال له: والله لو أخدمك عبدا فأغسل قدميك وأدهن رأسك لا أستطيع أن أوفيك حقك فيما قمت به مع ابني سعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن تجد البركة في ذريتك. كان يوسف التيمي مندهشا مبهوتا، فهو كان يظن أن ورقة سيذله أمام الناس بسبب تهمة ولده، ولكن ورقة أساسا لا يعلم شيئا من هذه التهمة التي ألقيت على ابنه البريء. ثم قال ورقة ليوسف: نسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك من المرض. قال له: أو أخبرك سعد أنها مريضة؟ قال له: نعم، لما سألته عن الوعد الأخير أن تزوجه ابنتك قال لي: إن البنت التي اختارها مرضت وهي لا تكلف. فهم يوسف التيمي أن سعد لم يحكي لأبيه شيئا مما جرى، فغرورقت عيناه ودمعت، وقال له في نفسه: إن هذا الفتى جوهرة من جواهر الصلاح في هذه الأرض، لو لم يعفو عني لهلكت. ثم التفت إلى صديقه ورقة وقال له: يا ورقة، إن ابنتي شفيت بحمد الله، فقل لابنك أن يأتي يأخذ أمانته. قال له: نعم نعم، سأخبره، وسنأتيك إن شاء الله في موكب مهيب تسمع به العرب في المشرق والمغرب، وسأكون من أسعد الناس، وفي بيتي بنت يوسف التيمي صديقي ومعلم ابني. يا يوسف التيمي، إن ابني أصبح بارعا في العلم والحديث والفقه والأدب، يناهز الفصحاء ويسكت البلغاء، ولا يستطيع أن يجاريه أحد من الشعراء، علاوة على ما عنده من فنون الحرب وإتقان المبارزة، فلا أدري كيف أشكرك. قال له: يا ورقة، إن ابنك عقل ناضج وقلب متقد وروح طائرة، لا يعرف الكذب ولا تستهويه الملاهي ولا ينظر إلى قدميه، ولم يشتكي أحد عليه، فنال بعقله ما نال من العلم والشرف، ونال بنشاطه ما نال من القوة والسيادة، وسوف تراه فيما تستقبلك الأيام به فارس لا يغلب وسلطان لا يقهر، فإذا ذهبت إليه فاحمل مني إليه وصية وهو سيفهم مغزاها، ولا تسأله عن سرها، إن كان لي عندك معزة فهو ابني الذي يعلم أسراري، فإن كنت ستسأله عن السر فلن أحملك أمانتي. قال له: قل له: لقد رأينا الغراب المتهم وأخبرناه بالهامة. فضحك ورقة وقال له: ما هذه الألغاز التي تجعل الإنسان يضحك حتى يسقط على قفاه؟ قال: ألم أقل لك لا تسأل؟ قال: لن أسأل عن خرافتك أنت وابن أخيك سعد، هيا يا رجال. وودع ورق صديقه يوسف التيمي وسافر مع الوفد، وأول ما قابل ابنه سعد قال له: يا سعد، لقد جئتك ببشارة عظيمة. فخفق قلب سعد لأنه كان يتوقع أن يقابل أبوه يوسف التيمي. جاءه عجولا وقال له: أخبرني أخبرني يا أبي، فإني أحب البشائر. قال له: لقد قابلت عمك ومعلمك يوسف التيمي، وقد أخبرني أن الفتاة قد شفيت، وأنه مستعد أن يوفي بعهده الذي عاهدك به
فتغير وجه سعد كأنه كره الكلام، ولكن أبوه لم يلاحظ ذلك، وواصل أبوه في الكلام وقال له: لقد حملني يوسف أمانة، وهي عبارة عن لغز لا أدري معناه، ولكني أحفظ كلماته. قال له: ماذا قال لك يا أبي؟ قال له: إن يوسف التيمي يقول لك: لقد رأينا الغراب المتهم وأخبرناه بالهامة. فتهلل وجه يوسف وفرح فرحا شديدا أن يوسف التيمي أخيرا ثبتت لديه أنه بريء من التهمة وهذا مراده. فقال له: يا أبي، لقد وصلت رسالة يوسف التيمي، وفهمت اللغز، وبما أنه أوفى بعهده وسيزوجني ابنته فأنا أشكره على ذلك، ولكن يا أبي لقد غيرت رأيي من ابنته ولا أريد الزواج بها، فإن ديارها بعيدة. قال له: يا بني، ما هذا الكلام الذي لا يشبهك؟ أنا وعدته أن نأتيك بموكب زواج لم تر العرب مثله، وأنت تقول غيرت رأيك. ألم تفرح أن الفتاة التي اخترتها قد شفيت، وأن يوسف سيوفي بعهده ويزوجك من تمنيتها واخترتها؟ أخبرني يا ابني ماذا يجري بينك وبين يوسف، فإني رأيت في عينيه شيء من الريبة والشك في أول لقائي به، ولكني تجاهلت ذلك، لا بد أن تخبرني. قال له: سأخبرك يا أبي، قد اخترت الفتاة حينما كانت صغيرة ولم أرها 5 أعوام، فلما كبرت رأيتها لم تقع في نفسي ولم أحبها، وأخبرت يوسف بهذا. قال له أبوه: إني أشم رائحة الكذب في كلامك يا بني. فسكت سعد، ثم انصرف إلى غرفته التي فيها أغراضه، فلم يجد العصا التي أهداها إليه الملك عبد الجليل، فقال: إنها المعصية، إنها الكذبة التي كذبتها على أبي. ضاعت العصا، فرجع إلى أبيه فورا وقال له: يا أبي، اعف عني، فقد كذبت عليك، والله إن الفتاة تعجبني وأتمناها وينبض بها قلبي صبحا وعشية، لكن هناك ما يمنعني من الزواج بها، فسامحني على أني لا أخبرك به، فإنه من أسرار التي احتفظت بها لنفسي. فقال له أبوه: إن كنت تكتم الأسرار عن أبيك فعلى الدنيا السلام، أتريد أن أغضب عليك بعد أن كنت أنت أساس الفرحة في حياتي؟ وقف يوسف محتارا بين أن يكذب على أبيه وبين أن يغضبه بالحقيقة التي سوف تجعل الفجوة والعداوة بينه وبين صديقه يوسف التيمي. قال سعد لأبيه: يا أبي، إن الأمر ليس شيئا سيئا، ولكني وعدت نفسي على كتمان السر لمصلحة عليا، فأنت لا تريد مني أن أحنث بوعدي، ولكن أستأذن منك أن أزور معلمي وعمي يوسف التيمي، وسأستأذن منه هو لأخبرك، فتكون زيارة ود وخير وبركة، وأن تكون أنت في صورة الأمر. قال له أبوه: ما رأيك أن أذهب معك؟ قال له سعد: لك ذلك يا أبي، غدا صباحا نذهب إليه إن شاء الله. رجع سعد إلى غرفته وبدأ في الاستغفار وطلب العفو من الله من أجل الكذبة التي كذبها على أبيه، مع أنها كانت من أجل مصلحة وردء مفسدة. فقضى اليوم مهموما مغموما على فقدان العصا، وعز عليه جدا أن يسافر من دونها، ولكنه عندما استيقظ لصلاة الفجر وجد العصا موضوعة على صدره وفرح بها فرحا عظيما. تجهز الولد وأبوه وتزود للسفر وسافر معا إلى يوسف التيمي، فلما نزل ورآهما يوسف التيمي فرح وارتعب وعلت وجهه موجة الاضطراب التي تكسو وجوه العظماء إذا حصرهم الإحراج. رحب بهم بصوته العالي كما هو معهود له، فاجتمع الأبناء الذكور من كلا البيتين ليسلموا على سعد وليروا أباه الذي يسمعون به كثيرا من حكايا أبيهم وحكايا سعد التي يحكيها عن والده، بعد أن أكرم وفادتهما واختلى بهما الاثنين. فقال له: يا عماه، أنا لم أخبر أبي بأي شيء جرى بيننا منذ أن سافرت إلى سيئر، وقد جئت إليك به لتخبره بنفسك، وأنا أريد أن أسمع باقي القصة وتفاصيل اللغز التي أرسلته لي مع أبي. فتنحنح يوسف التيمي وقال: أبدأ لكم باسم الله، أرجوك أن تستمع يا ورقة بكل انتباه ولا تسخر بنا حتى أكمل لك الكلام. حدث أن ابنتي منذ فترة حصل لها كذا وكذا،
وفي يوم سافر سعد إلى سيعر ورأى في الطريق كذا وحدث كذا. المهم حكى له الذي جرى مع سعد، قال له: ولما جئت واشتكت لي ابنتي لم أصدقها حتى رأيت آثار سعد أمام الباب وهو يقول أن الجني المتشكل في صورة الغراب ظهر بصورتي ليلصق بي التهمة، وسخرت به ولم أصدقه، فاتهمته وآذيت قلبه وطردته من بيتي يا صديقي. فأصر أن يمكث 3 أيام، وإلى الآن لا أعرف لماذا طلبها ليقيم في المسجد. وبعد أن ذهب مني سعد بأسبوع جاءني 3 رجال ملامحهم غريبة، لا يبدو عليهم أثر سفر ولا غبار طريق، فنزلوا عندي ضيوفا، فلم أسألهم من أي القوم أنتم إلا في اليوم الثاني، فقالوا لي: إن شربت من شرابنا الذي نعطيك سنخبرك من نحن. فقلت لهم: إن شربتم منهم قبلي سأشرب. فأخرج أحدهم قنينة فيها سائل أزرق، شرب منه جرعة وابتلعها أمامي وناولني فشربت منها، فقال: إن كان طعمهما طيب فأكملها. فأكملتها لأنها كانت من أطيب ما تذوقت من الشراب. فقال لي أحدهم: هل لك ابنة مريضة تقول أنها ترى أشياء؟ فقلت له: نعم. فقال: وأنت تصدقها أم تكذبها؟ فقلت له: لم نصدقها لأننا لا نرى ما ترى، فنقول لها أنه يخيل إليك. فقال لي: من الآن سوف تعلم هل هي ترى فعلا أم أنها تتخيل، ونحن سنذهب. فقلت له: لقد شربت الشراب ولم تخبروني من أنتم. فقال: نخبرك بأسمائنا فحسب، وهذا ما يسمح لنا به، هذا زايد وهذا زياد. وكان الذي يتكلم معي هذا يقال له كعب الأكبر أبناء عبد الجليل، فلم أعرف آباهم ولا قبيلتهم، وهنا عرفت أنهم أبناء الملك عبد الجليل الذي أخبرني به سعد ولم أصدقه. فلما سلكوا الطريق غابوا بسرعة لا تصدق، فبقيت مرابطا في البيت قريبا من 6 أيام وأنا أراقب غرفة ابنتي، وكل يوم أسألها: هل رأيت شيئا؟ فتقول لي: لا. وفي يوم من الأيام حط غراب على تلك التلة وهو ينظر إلى الغرفة وأنا أنظر إليه، ورأيت ابنتي تنظر من النافذة إلى الغراب وهي ترتعد من الخوف. فقلت لها: ما لك يا ابنتي؟ فقالت: لا شيء يا أبي، لا شيء، فإن قلت لكم لن تصدقوني أن الغراب على تلك التلة يا أبتاه، إنه يراقبني، أنا خائف يا أبي. فقلت لها: أنا أصدقك يا ابنتي، أنا أصدقك. فدخلت أمها علينا وأنا أحتضن ابنتي وهي ترتعد كأنها أصيبت بأمطار البرد والثلج من برودة جسدها، فقالت لأمها: هل عاودتها خيالاتها؟ فقلت لها: ليست بخيالات يا زبيدة. فقالت: إذن ماذا يا يوسف؟ فقلت لها: انظري إلى تلك التلة، هل ترى شيئا؟ فنظرت الأم وقالت: لا أرى شيئا. فقلت لها: أنا وابنتك نرى غرابا أسودا كبيرا قبيحا، ولكن يا بنيتي إن سعد بن ورقة عنده وصية قبل أن يسافر، إذا رأيت الغراب أن يقول له كلاما، وأنا سأقول له هذا الكلام وأرى ماذا يحدث. فخرجت من غرفة ابنتي واتجهت إلى الغراب، ولما اقتربت منه خشيته أن يطير، فقلت له: يا أيها المعتدي، إن الملك عبد الجليل يأمرك أن تفارق الفتاة وتأتيه، وهو يطلبك أن تأتي ويقول لك ألهامة ألهامة. فصرخ الغراب وقال بصوت كأنه طفل سمعته أذناي ووعاه قلبي: لن أرجع إليها، لن أرجع إليها. ثم طار الغراب وهبط عند باب الغرفة وأدخل منقاره تحت الأرض وأخرج سبيبة كانت مدفونة وأخذها من عند الباب وطار. فقالت لابنتي: يا أبي، إنه لن يرجع مرة أخرى. فقلت لها: لماذا؟ قالت لي: لأن الخوف الذي في قلبي ذهب. قلت لها: هل تستطيعين أن تخرجي؟ قالت لي: نعم سأخرج. قلت لها: وحدك؟ قالت: وحدي. فقلت لها: إذن الحقي بي بعد قليل، في بيت أمك أم الكرام. ثم ذهبت أنا، وخرجت الفتاة من غرفتها التي حبست فيها ل5 سنوات حتى أنها لم تستطع أن تواجه الشمس، ثم ذهبت وسلمت على إخوانها أبناء أمها، وجاءت إلى عند أم الكرام فبكينا جميعا فرحا بشفاء ابنتنا، ودعونا لسعد، وحكيت لهم جميعا القصة التي حدثني بها سعد، وقلت للفتاة: لقد اتهمتيه زورا،
لقد اتهمتيه زورا وبهتانا يا سلمى، فإن الجني تشبه لك في صورته، وكلام در كان حقيقة. حينما كان الجني معك في الغرفة في صورته، كان سعد يأكل الطعام في غرفته. قالت لي سلمى: يا أبي، وماذا أفعل إذن بهذه الندامة التي في قلبي؟ يا ليته كان موجودا فأطلب منه العفو والسماح. لماذا لا تدعو سعد أن يأتينا فيفرح بما يرى ويزيل عبء الندامة من قلبي؟ فقلت لها: يا بنيتي، لا أستطيع مواجهته، فقد جرحناه وآلمنا قلبه باتهامنا له، ووالله إن الحياء منك يقتلني يا سعد. فبكى سعد وقال له: لا يهمك يا عماه، فغضبك مبرر، ولو أن أي أحد في مكانك لفعل مثل ما فعلت. ثم التفت يوسف إلى ورقة وقال له: ما لي أراك ساكتا يا أبا مرثد، أما عندك ما تقول؟ فقال ورقة: والله ما كنت أظن أن في يوم من الأيام سأسمع مثل هذا العجب العجاب وأصدقه، فالأمر كله بيد الله. وقال يوسف: يا سعد بن ورقة، أدخل على أمك أم الكرام، فإنها تشتاق إليك. اذهب إلى زبيدة وسلم عليها، وسلم على إخوانك، وسلم على سلمى، واحمد لها الله على شفائها، فإنها تشتاق إلى رؤياك وتتمنى مجيئك، فهي لك متى ما أردت أن تصحبها، فأنا رجل ووعدي نافذ. قال ورقة: يا يوسف، أرجوك أن تسمح لي بكلمة مع ابني. قال يوسف وهو يقول: لك ذلك يا صديقي. فقال ورقة لابنه: يا بني، لا ترفض عرض عمك لك، فإني أرى فيه لك خيرا وفيرا، وأقل شيء هو ما أريدك أن تفعله. اذهب وقابل الفتاة وانظر إليها، فإن أعجبتك فتعال وقل لي لم أتعب من السفر، وإن لم تعجبك فتعال وقل لي: يا أبتي، إني متعب من السفر. وعلى كل أمر تقول أنا سأتولى الكلام عنك مع يوسف. اتفقنا؟ قال له: اتفقنا يا أبي. فنادى ورقة: يا يوسف هلم. فجاء ثم قال له ورقة: هل يدخل الفتى عليهم؟ قال: فليدخل. فقام سعد واستأذن على أم الكرام وسلم عليها وعلى بقية إخوانه الكبار منها، ففرحن به. وقالت له أم الكرام: يشهد الله يا بني أني أدعو الله لك في كل صلاة أن يردك إلينا، فقد تقطعت قلوبنا بشوقك. تتكلم والدموع تملأ عينيها، امرأة فاضلة في نهاية الستين من عمرها، وهي أكبر من زوجها بثلاث سنوات. تزوجت يوسف وعمرها 18 عاما، أنجبت منه أولاده الكبار، وتزوج زبيدة وهي أصغر منه ب7 سنين، وهي أم سلمى. بعد أن أخذ سعد قسطا من الوقت مع الأم الكبيرة، تحرك في اتجاه الهوى والغرام، وفي كل خطوة من 700 خطوة يزاد قلبه في الخفقان، حتى كاد أن يخرج من صدره، وأحس أن رجله تضعف على المشي من هول الحب الذي يتحكم في قلبه. فلما دخل وسلم على زبيدة، وعلى يسارها تجلس القمر سلمى، آية الجمال وعنوان الفرحة، كأن الدنيا تغني بجمالها، وكأن الأكوان ترقص أمامها. فلما رأته تبسمت وطأطأت رأسها مستحية حياء غير متصنع، وسعد نفسه يكاد يدخل في ثوبه من الحياء. فقالت له زبيدة: إن هذه الفتاة لا تسكت عن ذكرك، وقد أزعجت أسماءنا بالكلام عنك. فقالت سلمى لأمها: يا أمي، وهي الكلمة الوحيدة التي سمعها منها سعد. ثم خرج مسرعا إلى أبيه وهو يتبسم. قرأ أبوه على وجهه الفرحة التي تبعثر الحب كالعطر في الفضاء. فلما وصل جلس بالقرب من أبيه ويوسف جالس. قال يوسف: هل رأيت سلمى يا سعد؟ قال: نعم يا أمي. فقال له: ها، ما رأيك؟ فتبسم سعد وطأطأ رأسه. فقال ورقة: أظنه يا يوسف متعب من السفر. قال سعد لأبيه: لا يا أبي، والله كأني لم أكن مسافرا، فإني لا أشعر بأي تعب. فضحك ورقة وقال له: كيف يتعب من السفر فارس مثلك؟ إنما نتعب نحن العجائز. فقال يوسف التيمي: وأين الريح يا سعد؟ والريح هو فرسه الأسود. ما لي أراك تركب هذا الفرس الأدهم؟ قال: لي عليك واجب العزاء يا عماه، فإن جواد الحبيب مات قبل شهر. فتأثر يوسف على الفرس جدا وقال له: الخير فيما اختاره الله، ولكني لا أرضى لك هذا الفرس الأدهم، وسأهديك البراق.
البراق هو فرس من سلالة الريح أيضا، فكان الكرم من يوسف التيمي لضيوفه لا يوصف. قال له ورقة مقاطئا: جزاك الله خيرا يا يوسف، فلم تترك شيئا من صنوف الكرام، فيا صديقي الصدوق جهز لنا عروسنا، فإننا لا نريد أن نترك حرمتنا وراءنا، وجهز لها هودجها وناقة صهباء، فإننا سنعقد قرانها غدا ونسوقها معنا. قال له يوسف: وهذا يوم فرحتي يا صديقي، ولم أكن أحلم بأن يتزوج سعد بن ورقة ابنتي سلمى. وما أدراك ما سلمى؟ فتاة من بني تيم، جمال وعراقة وعروبة صارخة، لونها كالذهب الأصفر مشربة بالحمرة، إذا تبسمت توردت خدودها وكأن اللؤلؤ يضيء من ثغرها. إنها الآن بلغت 15 من عمرها، ولكن من يراها يظن أنها ناهزت 20 في قوام فارع وتربية حسنة. كاد الفرح أن يفتك بسعد وهو يحاول أن يخفي فرحته، ولكن عيونه لا تزال تفضحه. وبالليل لم يستطع المنام، ولما أصبح وجد أن يوسف ذبح النوق ودعا أهل القرية بصائح على فرس على طعام الغداء، وعقد قران سلمى على سعد السعيد، وحلق الفارس في الظهيرة، وخطف على جواده الأميرة، وطار بها إلى خلف الصحاري الكبيرة، وانتهت الحكاية الخطيرة. ولكم التحية والإجلال، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، كتبها محبكم طارق اللبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.